مرحبا بكم على قناتي من جديد. اليوم غادي نقترح عليكم واحد التقنيه اللي تريز افيكاس يعني في المراجعه ديالكم اولا في البريباراسيون ديالكم للامتحان، دونك اللي هي لا تكنيك بومودورو. هاد التقنيه هادي سي اون انسيان تكنيك، ماشي عادي الله بانت شحال هادي من 1980. علاش كتصلح التقنيه هادي وفاش كتفيدك؟ كتفيدك في انك دير لا بون جيستيون ديال لو طون ديالك. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق بان لا جيستيون ديال لو طون كتلعب واحد الدور مهم في لا بريباراسيون ديالك للامتحان. دونك هاد لا تكنيك بومودورو كتعاونك انك دير اون بون جيستيون ديالك وتبريباري مزيان ان شاء الله الامتحان ديالك، وكتستغل الوقت ديالك لو ماكسيموم بوسيبل. دونك هاد لا ميثود هادي كتبازا على ياش سو باز على لوزاج ديال ان مينوتور. شنو هو المينوتور؟ يعني كيكون عندك واحد الوقت اللي كتعتمد عليه في البريباراسيون ديالك. دونك انا غادي نشرح لكم ابري شنو هاد المينوتور، شحال ادي فيه ديال الوقت، الطريقه اولا التقنيه اللي غادي تعتمد عليها باش غادي تابليكي هاد لا تكنيك هادي في المراجعه ديالك في اي ماده كيف ما كانت، كو سواء اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه، الرياضيات، الفيزياء، اي ماده عندك في الوطني اولا في الجهوي، بهاد لا تكنيك بومودورو كتقدر تجيغي لو طون ديالك بواحد الطريقه اللي هي بواحد الطريقه اللي تري تري زيفيكاس، يعني كتعاونك بزاف في انك لي ريزلت ديالك يكونوا مزيان وتغيفيزي لو ماكسيموم بوسيبل ديال المواد في لو جور. يعني في النهار ديالك هذاك التقسيم اللي غادي نعتمدو في هاد لا تكنيك هادي كيعاونك انك تقريبا تخدم توت لي ماتيير في النهار ديالك. دونك غادي نقسم لكم اولا غادي نعطيكم دي زيتاب ا سويفغ، وغادي نقسمو لكم على 5 ديال لي زيتاب، وكل وحده غادي نعطيها لكم غادي نشرحها لكم بالتفصيل باش ان شاء الله تعرفوا كيفاش تابليكيوها في لي ريزولت. اول حاجه هو انك كتفيكسي لاطاج ديالك، اشنو الحاجه اللي باغي دير هذيك النهار، اشنو باغي تراجع وعلاش باغي تخدم. مثلا عندك مثلا نهار ديال الحد اولا الاثنين اولا الثلاث، مهم لان دي جوغ دو لا سيمين، كتختار واحد الوقت اولا فتره محدده كتقول انا غادي نجلس غادي نخدم اللغه الفلانيه اولا الماده الفلانيه وغادي نجلس نخدمها من الى، يعني عندك واحد لانترفال ديال لو طون ما بين ساعه ساعه ونص اولا ساعتين. دونك هذاك الوقت اللي كتعطي لهذيك الماده كتعتمد هاد لا تكنيك هادي باش كتعطي واحد ليفيكاسيتي وواحد واحد التقسيم اللي زوين واللي غادي يعاونك في انك تكون مرتاح او ميم طون كتخدم وانت بواحد الطريقه اللي هي مرتاح وبزاف ديال الحاجات شحال ديال الوقت تتدغى. ثاني ايتاب اللي هي حتى هي مهمه اللي غادي نشرح لكم دابا هو ريغلي لو بومودورو. شنو هو هاد بومودورو؟ منين جات هاد الكلمه هادي؟ بومودورو جات من كلمه ايطاليه اللي كتعني لي طوماط، يعني كتعني داك المينوتور اللي كيكون عندنا في لا كويزين. دونك هذاك المينوتور في ايطاليا كيكون على شكل لي طوماط، على شكل مطيشه. دونك هذاك المينوتور جات منه هاد ليدي ديال بومودورو. دونك حنا غادي ناخذوا هاد المينوتور وغادي نوريكم شحال غادي تفيكسيو فيه ديال الوقت. دونك اي واحد راه في التليفون ديالو عنده المينوتور كيف ما كتشوفوا هنايا، ديجا عندي هنايا المينوتور. دونك غادي نفيكسي فيه لو طون ديال 25 مينوت، يعني 25 دقيقة. فوالا ناخذ 25 دقيقة كيف ما عندنا هنايا، و ابخي كتكليكي على ديماغي. دونك اون فوا كدير ديماغي كيبدا داك لو كونط ا روبور اولا داك العد التنازلي اولا العد العكسي كيبدا يحسب لك بالعكس، ياك نتا ديك الساعات كتبدا الخدمة ديالك. مثلا انا غادي نخدم هاد النهار هذا اولا في هاد الساعة هادي مثلا خديت القرار ديال انني غادي نخدم هاد لوفغ هادي كونديب. دونك غادي نشوف انا مثلا باغي نخدم لي شابيتغ، مثلا لو شابيتغ بخومييي و شابيتغ دو اي شابيتغ تخوا في هاد الوقت هذا، هو راه كيحسب ليا وانا غادي نبدا الخدمه ديالي وغادي نشوف اشنو هما الحاجات اللي باغي نركز عليهم. مثلا باغي نشوف شكون هو فولتير، وقتاش تزاد وقتاش مات، الكتاب ديالو كونديد و لوبتيميزم، لي زانفورماسيون عليها، اشنو لو جونغ لو تيب ايتترا، وغادي نبدا خدام عليه. و او ميم طون المينيتور ديالي راه كيخدم كيحسب ليا. منين منين كتسالي لك هذيك الفتره ديال 25 دقيقه منين كتكمل، دونك انا غادي نحبس هنايا. دونك اون فوا مثلا غندير لكم هنايا غير اون مينوت باش مثلا تعرف شنو غادي يوقع وشنو
شنو الحاجه اللي خاصك دير من بعد. دونك اون فوا كتسالي هذيك 25 دقيقه غير كنشرح لكم على كك دابا درت اون مينوت باش نوريكم يعني في حالي بقات لنا دقيقه وسال الوقت ديالنا وحنا ديجا بريبارينا في ديك 25 دقيقه. دونك اون فوا كيسالي الوقت ديالك والحساب ديال المينوتور كتعطي لراسك واحد 5 مينوت ديال لا بوز 5 دقائق اولا 10 دقائق او ماكس كترتاح فيهم كتجلس ترتاح يعني الراحه ماشي هي تشد التليفون اولا تمشي تبدا تهضر مع صحابك اولا تنوض تفرج في التلفازه ولا شي حاجه بحال هكايا لا كتريح الدماغ ديالك تكا وارتاح اون اتوندون دوز ديك 5 دقائق عاوتاني كتحسبها بالمينوتور وكتو ريبرون اونكور اون فوا وكدير عاوتاني 25 مينوت وكتبدا تخدم ثاني. منين كعاوتاني كتسالي ديك 25 دقيقه كدير 5 دقائق ثاني ديال بوز اي انسي دو سويت تتبع هاد الطريقه 4 ديال المرات. دابا ملي كيسالي دونك اون فوا كيسوني لي التليفون ديالي كنعرف بان راه الوقت ديالي راه كمل يعني صافي سال الوقت 25 دقيقه ديالي راه كملات. دونك غادي ندوز البوز اللي هي ديال 5 دقائق وابخي غادي نعاود نقاد المينيتور بنفس الطريقه اللي درت 25 ديالي جو روبرون اي جو بوس ابخي لوسكو جو تيرمين اشنو كندير عاوتاني اون اوتر بوز ديال 5 مينوت وعاوتاني بنفس الطريقه حتى تتكمل 4 ديال لي بوز. عندك البوز الاولى ديال 5 مينوت البوز الثانيه ديال 5 مينوت البوز الثالثه ديال 5 مينوت اي لا كاتريام بوز اي لا ديرنيير كتاخذ فيها مده اطول من لي بوز اللي كانوا عندك قبل ديال 5 دقائق كتاخذ مثلا 15 دقيقه حتى ل 30 دقيقه باش كترتاح. دونك هذيك 25 مينوت في 25 مينوت في 25 مينوت في 25 مينوت راه تعطيك تقريبا واحد الساعه افيك لي بوز ولا ساعتين ساعه. دونك ساعه في ساعه ما بين لي دو بوز الاولين ولي دو بوز الثانيين عندك الساعه الاولى والساعه الثانيه. دونك هذوك الساعتين كتكون وجدتي فيها ديك الماده اللي باغي تخدم مثلا فرنسيه ساعتين راه سي اسي سوفيزون. ابري اشنو كدير منين كتاخذ ديك لا بوز ديال 15 حتى ل 30 مينوت اولا شحال ما بغيتي يعني الماكسيموم 30 مينوت اللي كترتاح نص ساعه كتبدا ماده اخرى. مثلا انا ساليت كونديد والاوبتيميزم بغيت نبدا اون اوتر ماتيير مثلا نقدر ندير رياضيات نقدر ندير اجتماعيات نقدر ندير اللغه العربيه اولا اي ماده اخرى عندي في الامتحان ديالي وكنبدا نخدم بنفس الطريقه. هاد المينيتور هذا اشنو كيدير كيعاونك انك جيغي لو طون ديالك كتكون مرتاح ودماغك محلول و5 دقائق كترتاحها كل 25 دقيقه راه كتساعدك ان الدماغ ديالك يبقى اشاك فوا بحال اللي بحال اللي كتغوديماغي كتبدا بحال اللي كيتيبويزو كتعطيه واحد الراحه و تي لو غوديماغ باش عاوتاني كيبدا يكابتي ليك لي زانفورماسيون. حاجه اخرى غادي نوصيكم بها دير اون ليست ديال لي شوز اللي غادي دير في النهار مثلا دي شوز افير اوجوردي مثلا عندي اليوم نهار السبت ولا نهار الاثنين كندير اون ليست اللي غادي نعتمد عليها في المراجعه ديالي. دونك انا غادي نقترح عليكم واحد لا ليست اللي تقدروا تستعملوها اطارتيغ دو دوما اولا في اي وقت بغيتو يعني بدي كولور باش تبعوا معايا هاد لا ليست ديال الحاجات اللي غادي ندير. مثلا الى عندي نهار ديال ديمونش اولا الاحد دونك نهار ديال الاحد اولا ديمونش اشنو الحاجات اللي غادي ندير في ديك النهار. مثلا خديت القرار ديال انني نخدم التربيه الاسلاميه ياك هذا غير مثال وخديت قرار ديال انني نخدم اللغه الانجليزيه وبغيت نخدم عاوتاني اللغه الفرنسيه دونك هادو ثلاثه المواد خديت القرار ديال انني نخدمهم مثلا نهار ديال الحد. دونك الوقت اللي غادي نعطي لكل ماده مثلا التربيه الاسلاميه غادي نبدا من 10 ديال الصباح حتى ل 11 نعطيها واحد ساعة ونص نجلس ونحفظ ونفهم اتسيتيرا. بالنسبة للغة الإنجليزية غادي نعطي راسي واحد لابوز وغادي نبدا من 12 ربع حتى الوحدة. وبالنسبة للغة الفرنسية غادي نبدا من 13h15 يعني من الوحدة وربع حتى 14h15 غادي نعطيها واحد ساعة.
دونك هاد لا ليست ديال لي شوز افير، يعني نتوما كيبقى لكم لو شو ديال الوقت اللي غادي ديروا. بغيتي مثلا عندك مشكل في اللغه الانجليزيه تقدر تعطيها حتى ساعتين او اكثر، عندك مشكل في اللغه الفرنسيه تقدر تعطيها 2 او بلوس اي انسي دو سويت. دونك هذا غير مثال اللي عطيتكم هنايا ديال مثلا نهار الحد. دونك بهذه الطريقه هذه كتكون حددتي المواد اللي غادي تخدم في ديك النهار، حددتي الوقت اللي غادي تخدم فيه، يعني تنضبط وتتزير راسك انك تنضبط بداك الوقت اللي حددتي. مثلا نضتي مع الصباح غادي تبدا مع 10 ل 11 ونص وكذا، غادي تتبع هذاك البروغرام غادي يكون فيه حتى شي موديفيكاسيون. كيبقى الوقت على حساب نتوما لي ديسپونيبيليتي ديالكم، وقتاش كتكونوا مساليين وقتاش يكون عندكم ان طون اللي هو ليبر، وقت ديالكم اللي خاوي. دونك هذه الطريقه هذه كتعاونك انك لو طراي ديالك كل كونسونطري، كتخدم بزاف، تدير بزاف ديال الحاجات في النهار، كتكون اورغانيزي، كتعرف تجيري لو طون ديالك، كتعرف بزاف ديال الحاجات. دونك كتعرف تستغل الوقت ديالك بالطريقه اللي هي صحيحه 100%. دونك بالنسبه لهاد لا تكنيك ديال بومودورو هادي نخليوها ابار هاد لا ليست. دونك بالنسبه لهاد الطريقه ديال بومودورو اللي شرحتها لكم دابا، اون فوا كتكمل اولا كتسالي المراجعه ديالك مثلا ديال اللغه الفرنسيه، tu gardes une trace écrite. شنو هي؟ كتبقى عندك ديك المراجعه ديالك اشنو درت. مثلا اليوم انا قريت كونديد لو شابيتر 1 2 اي 3، جو غارد اون تراس اكريت. ضروري انايا فاش كنكون كنقرا اولا كنراجع تخلي نتايا ديجا خدمتيهم، راه تو غارد اون تراس اكريت، واحد السوبور اللي هو مكتوب، يعني انت اللي كتبتيه وانت اللي اعتمدتيه في ديك المراجعه ديالك. دابا غادي ندوزو اشنو هما لي زوبجيكتيف برينسيبو ديال هاد لا تكنيك هادي. اول حاجه اولا اول بوت غادي نهضر لكم عليه، وهو لان دي برينسيبو بوت ديال هاد لا تكنيك هادي، هو كتقطع اولا كتحيد هادوك تو سوبريم هادوك لي انتربسيون دو طرافاي اللي كيكونوا بسببيت انت اولا مثلا بسبب التليفون. كتكون كتخدم شويه كيجيك ميساج كتحل كتبدا كتشوف اشنو جاني، كتبدا تقرا شويه كتلقى راسك انت في لي ريزو سوسيو، هيا ضاعت لك واحد ربع ساعه، هيا ضاعت لك نص ساعه، عاد ابخي تبدا تخدم الخدمه ديالك. لا tu te déconnectes من كل شيء وكتبدا الخدمه ديالك. دونك بهاد التقنيه هذه ما كيضيعش لك الوقت، كون اكيد انك كل 25 مينوت راه كتستغلها دقيقه بدقيقه. وثاني حاجه اللي هي كتبقى مكونسونطري على لا طاش ديالك، كتبقى مكونسونطري على الخدمه ديالك، فين باغي توصل واشنو كدير واشنو الهدف ديالك واشنو هما الحاجات اللي بغيتي تخدم في هذيك النهار ايتترا. دونك هادو من بين الاهداف لي بين جوج الاهداف المهمين ديال هاد لا تكنيك بومودورو. بالنسبه لي زوتي اللي غادي تحتاجوا، عندكم جوست لو مينيتور، غادي تحتاجوا المينيتور، غادي تحتاجوا ان سوبور كتاف ديالكم او هذا اللي كتخدموا فيه، وغادي تحتاجوا ستيلويات ديالكم بوغ اورغانيزي، غادي تحتاجوا هذا مثلا لي بتي نوت اللي كتكتبوا ايتترا. دونك خاص الطريقه اللي خاصها تكون منظمه باش لان النظام كيعاونك في انك تحفظ مزيان تعقل مزيان ايتو. دونك لان العين حتى هي راه تتعقل على المعلومه، دونك فاش كتكون كتقرا راه العقل راه العقل ديالك كي ميموريزي، العين ديالك حتى هي ال ميموريز، وحتى الاذن حتى هي ال ميموريز لي زانفورماسيون. اخر حاجه اولا اخر نقطه غادي نهضر عليها وغادي نتطرق لها في هذا الفيديو كونسيرنون لا تكنيك بومودورو، اللي هي المينوتور، يعني شنو الهدف منه، علاش غادي نبقى انا كل ساعه مثلا. كاينين وحده غادي يطرحوا السؤال غادي يقول لك علاش انا كل ساعه خاصني نبقى نغيكلي المينوتور وندير 25 مينوت ونجلس 5 دقائق وكذا، انا نقدر مثلا نخدم ساعه كامله ومشتركه وما غاديش نوض وما غاديش ندير وكذا وكذا وكذا. هاد لا تكنيك هادي اول حاجه قلت لكم الراحه، تتعطي الدماغ ديالك الراحه ديال 5 دقائق اولا 10 دقائق كيف ما قلت لكم، بحال لي تو ريديمار هذا كتغيديماري العقل ديالك، كتمكنو انه يميموريزي لك معلومات اللي هي جديده. هذاك لو فيت ديال ريغلي لو مينيتور كيمكنك من انك بحال كتولي في سباق مع الوقت، كتولي عندك 25 دقيقه خاصك دير فيها بزاف ديال الحاجات، دونك كتولي بحال كتسابق قبل ما المينيتور يصوني لك.
دونك هادي كتولي في تحدي مع راسك وفي تحدي مع الوقت. وديجا نتوما راه في هاد لا بيريود هادي راكم في تحدي مع الوقت لانه بقات لكم تقريبا شهر كيلكو جوغ، دونك شهر ان شاء الله راها كافيه بانكم توجدوا ان شاء الله الامتحان ديالكم الوطني، وغادي تدوزوا في احسن الظروف ان شاء الله وتجيبوا دي بون نوت وتفرحوا. هادشي اللي كنتمنى لكم الا تبعتوا هذه الطريقه هذه اللي هي سيتو تكنيك تري افيكاس زوينه بزاف، غادي تفيدكم بزاف كوسا سوا دابا في القرايه ديالكم او حتى من بعد. سافو بيرميت دو اورغانيزي فوتغ طون اي دو غاني فوتغ طون اي دو بيان جيري فوتغ طون. دونك كيف ما كتعرفوا الوقت راه مهم بزاف، دونك خدموا وجدوا ريوسكم استغلوا هذه الفرصه، هذه راه فرصه اللي ما غاديش تعاود. ونتمنى ان شاء الله نكون فدتكم وهذا تكنيك هذه تعاونكم في القرايه ديالكم. دونك نعطيكم موعد ان شاء الله مع فيديو اخر، وما تنساوش تخليوا لي في التعليق ديالكم بالنسبه للناس اللي غادي يجربوا هاد لا تكنيك هادي اللي جوفو لا ريكوموند راه احسن طريقه. دونك جربوها وردوا عليا في لي كومونتير، خليو ليا قولوا ليا اشنو الريزلت اللي بان لكم، واش سيتين تكنيك افيكاس او لا، واش عجباتكم او لا ايتترا. دونك خليو لي التعليق ديالكم ان شاء الله غادي نقراهم كاملين وغادي نكملوا لا بريباراسيون ديالنا الوطني، والله يعاونكم وبالتوفيق.